السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس من دروس اللغة العربية. اليوم نتحدث عن أنواع الفعل، ولا نتحدث عن أنواع الفعل من حيث الزمن ماضي مضارع أمر، ولكن هنا نتحدث من ناحية الصرفية، ناحية الفعل، أنواع الفعل من الناحية الصرفية. فيتكون الفعل من نوعين أساسيين، النوع الأول يسمى فعل صحيح، والنوع الثاني يسمى فعل معتل. الفعل الصحيح، ما هو الفعل الصحيح؟ الفعل الصحيح أي ما خلت أصوله أو حروفه الأصلية التي هي على وزن فاء عين لام من حروف العلة. والفعل الصحيح ينقسم إلى عدة أنواع أو ثلاثة أقسام، كل منها صحيح. الفعل الأول يسمى فعل صحيح سالم، صحيح سالم. ما هو الفعل الصحيح السالم؟ هو الذي خلا أو خلت حروفه من الهمزة والتضعيف، أي ليست أحد حروفه الأصلية همزة ولا حرف مضاعف. مثال: ضرب، فالفعل ضرب هنا صحيح سالم، ليست به همزة ولا تضعيف، وسوف نتكلم في يعني آتيا عن ما هو المضاعف والمهموز. فضرب ليس به همزة ولا مضاعف، فهو فعل سالم. شرب صحيح سالم، فهم صحيح سالم، كتب صحيح سالم، ذهب سالم، جلس صحيح سالم، خرج صحيح سالم، دخل صحيح سالم. كل هذه الأنواع تسمى فعل صحيح سالم. أما النوع الثاني فهو الصحيح المهموز، وهو يعني ثلاثة أقسام. مهموز أي عندما تأتي الهمزة في أحد حروفه الأصلية، أي تأتي الهمزة في الأول، مثال أكل، فيسمى صحيح مهموز الأول، أكل، أمر، أسر، ها صحيح مهموز الأول، أكل، الهمزة أتت في أول الفعل. أما النوع الثاني فهو المهموز التي تأتي الهمزة في الوسط، صحيح مهموز، ها أي مثل أو مثال سأل، دأب، رأب، يأس، سأما. الفعل الصحيح المهموز أيضا عندما تأتي الهمزة في آخر الفعل اللي هو نقول عليها لام الفعل، مثال صحيح مهموز قرأ، هنا الهمزة في الآخر، صحيح مهموز صدأ، صحيح مهموز برأ، صحيح مهموز خطأ، وهكذا. يتبقى لنا النوع الثالث وهو الفعل الصحيح المضاعف. ما معنى مضاعف؟ مضاعف أي تكرر الحرف، يتضاعف الحرف، يتكون نقوله مرتان، هو ما كان أحد حروفه مضاعفة. وينقسم إلى مضاعف ثلاثي، أي الفعل يكون صحيح مضاعف ثلاثي، مثال فر. فهنا عندي الفعل فر بيتكون من الفاء والراء ثم الشدة، وهو حرف الراء الثالث، فأصلها فا فا را سكون را فتحة، فرر، جر، مر، كل هذا مضاعف ثلاثي ويتبع الصحيح. المضاعف الرباعي أيضا، ولكن ها هنا التضعيف ما كان أوله وثالثه من جنس واحد، أي الأول والحرف الثالث هما نفس الحرف والثاني والرابع هما نفس الحرف، مثال زلزلة. ننظر إلى هذا الفعل، نقول عليه صحيح مضاعف رباعي، لأن الزال مع الذال، الحرف الأول مع الثالث، واللام الحرف الثاني مع الحرف الرابع، زلزلة، فهو فعل مضاعف، مضاعف أي ضعف الحرف مرتان. عسعس، العين مع العين، الأول مع الثالث والثاني مع الرابع، عسعس. وسوسة، واو مع الواو، السين مع السين، وسوسة مضاعف رباعي. سلسلة، سين مع السين واللام مع اللام، فهو مضاعف رباعي. وكل هؤلاء نقول عليهم الفعل الصحيح. وبذلك قد انتهينا من شرح النوع الأول وهو ها الفعل الصحيح بأنواعه المختلفة. ندخل على النوع الثاني وهو الفعل المعتل. ما معنى معتل؟ هو ما كانت أحد حروفه الأصلية حروف علة أو حرف علة. يسأل الطالب ما هي حروف العلة؟ هي ألف والواو والياء، أي إذا أتى الفعل أوله ألف أو واو أو ياء فيكون فعل معتل، وهو أيضا أنواع مثل الصحيح. انقسم الفعل المعتل إلى الأول مثال، وهو عندما يأتي حرف العلة
واو وأكثرها الواو في أول الفعل فيسمى فعل معتل. مثال، اسم مثال، معتل لمثال، معتل لمثال، مثال وعادا هنا حرف الواو، وهبا معتل بالواو، وجدا، وصلا، وضعا، كل هؤلاء يسموا فعل مثال وهو معتل. النوع الثاني أجوف، وعندما يكون الحرف الثاني به حرف علة نقول أجوف، معتل أجوف، معتل أجوف ما كان ثانيه حرف علة، ألف هنا، هنا الواو، هنا الألف، قال معتل الوسط، أجوف، معتل أجوف، قال، نام معتل أجوف، نام معتل أجوف، باع الألف في الوسط، معتل أجوف، صام معتل أجوف، قام. هذا يبقى شرحنا نوعين، مثال والأجوف. النوع الثالث هنا الفعل الناقص وهو يتبع المعتل. ما معنى ناقص؟ عندما يأتي حرف العلة في آخر الفعل أو ثالث حرف في الفعل. مثال على ذلك سعى، نقول ناقص، فعل سعى ناقص لأن في آخره الألف حرف علة. بدأ ناقص معتل، جرى معتل ناقص، جرى معتل ناقص أيضا قضى. هذا هو النوع الثالث. أما النوع الرابع والأخير من درسنا في درسنا هذا اليوم هو اللفيف، وهو أيضا نوع من أنواع المعتل. ما معنى اللفيف؟ هو ما اجتمع حرفين من حروف العلة في فعل واحد، يعني يأتي الفعل وبه حرفين من حروف العلة، وهو نوعين، اللفيف يقال لفيف مقرون ولفيف مفروق. ما هذا؟ أي لفيف المقرون عندما يأتي حرفي العلة وراء بعضهما البعض، مثال أوى، فعندي الواو والياء حرفين علة أوى، فهذا يقال فعل معتل، معتل لفيف مقرون، مقرون. ها شوى، لفيف مقرون، الواو والياء مع بعضهما البعض وراء بعضهما. روى، الواو والياء أيضا فلا هو مقرون. عوى، مقرون وهو معتل، كل هذا معتل. النوع الأخير في درسنا اليوم هو اللفيف المفروق. ما معنى مفروق؟ هو ما كان فيه حرف علة غير متجاورين، على عكس ذلك حروف العلة متجاورة، يقع الثاني والثالث. هنا حرف العلة ها في وسطهم حرف صحيح، مثال وفا، فالواو ثم الياء في الآخر ثم الفاء في وسطهما، فهنا حرف علة وحرف علة وسطهما حرف صحيح فيقال لفيف مفروق. وقى، وعى، ونا، وشا، وصى، وقى، وعى، وهكذا. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم على هذا الدرس الجميل من دروس اللغة العربية، ونراكم في الفيديو الآتي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.